سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت، أولهن البقرة طاردة للسحرة، موضوعها النفاق والصوم والطلاق، رتل سطور آل عمران فهي التالي. اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحمراء الأسد، ثم اقرأ النساء برأت العذراء، وللفروض قاسمة وللنفاق قاصمة، وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدة. وفاء بالعقود واحذر من اليهود، وهذه الأنعام من ربنا إنعام. حمدا لرب منعم هدى لدين قيم، الأعراف بعد رددي إلى الختام واسجدي. اقرأ عن الأقوام والرسل الكرام، أنفال فيها أقبلت ملائك وقاتلت، بغزوة الفرقان يوم التقى الجمعان، ثم براء رتلي. اقرأ ولا تبسملي، وللنفاق تفضح والصدق منجا يمدح، يا ربنا ارض على قارئها ومن تلي.